طارح اليوم طارح وياك. والله يا عمي مهم طارح. ها طارح هسه يا خير قيك يصير قد حكاته رجال ندري غير يصير قد حكاته طارح قد حكاتك ازم شاربك طارح طارح يعني ازم شاربك حسين انت شاهد ما يحتاج ازم شاربك ازم شاربك هسه تخ... لو ما عندك شارب طارح الطارح ها جاي بس ازم شاربك هذا هو ازمه يلا قو بالروندا طلعك بهاي الروندا والله اسمعني اسمعني هاي الروندا طلعك ازم شاربك اول مره يا بغير ازم شاربك جاي احكي يا كان يمشي يلا قوم ما يزين الخفيفات زين ورا ما اطلعك واكمل ما تقول كانت في بام ضعيف في بام تمام في بام تمام بليك تمام والتصاحي ما دايخ وراسك يوجعك يلا حبيبي تري كباب وما خربطت السياره ابو عابد اليوم جزاه الله خير جزاه لا يا ابو عابد لا وما جيت خربط صافي يعني كباب. وما مغصوب ما جار بريك يعني على هالشغله لا ما مغصوب كان مليراتك كان مليراتك مو كان طباك العقلي هسه هاي هذا هو يلا مو تقول ورا ما شكو شكو اجي براندو اطلعك هاي براندو شايف براندو انا عادي انا ما ضايق ايش تخسر؟ ايش تريد انا حاضر على لسان شكو على لسان وانا عادي خسر ايش تريد انا؟ ضياء قال خليني اصور تصوير تعال ضياء صورنا خليني اخذها صوره يا باي مطارع بين البي ام وبين ال هلا بنا بي ام ام 3 3500 واش يمكن ان تحت سمعت البيامات كلها اوكي تلاقي ستبيت سويت بيك لعد الخمس تالاف شو سوي بيك ست تالاف ميت ايش سوي بيك طلع طيزك علاوي يا ما طلعنا في عايش قاطعك ما في شيء عليك ليك دير بالك من العالم اني والله قلت لك روح وما تجي تدري مقبصك يا تراني مع الله يلا يلا علاوي يلا هاي 40 واحد اثنين ثلاثة صورة 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 يقول العباس كل شيء فيها يقول معدل هاي ادري ايش حاط لها قزوزات ايش حاط لها يعني مثلا لو مو شيء ترى دعامتك انت تلق القاع